أول إشي قلينا البصلة، بعدين قلينا معها الخضار المشكلة، وحطينا البهارات والملح والفلفل وشوية من بودرة مرقة الدجاج إذا في حالة استعملناها. بعدين قلبنا معهم البرغل وتحطيناه قلبناهم شوي يعني حد ما يتحمص البرغل معنا بالزيت. بعدين بنضيف لهم المي الحار وبنتركهم يغلوا على النار، بس تغلي بنغطيها وبنتركها تتفلفل زي الرز. كوبين برغل خشن، بصلة مفرومة، نصف كوب بازيلا، نصف حبة فليفلة حمراء مفرومة، ونصف حبة فليفلة خضراء مفرومة، وفلفل حار مفروم هذا اختياري، طبعا ملح وفلفل اسود، بهارات مشكله، ملعقه صغيره نعنع ناشف، 3 كوب ونصف ماء حار، كيس بودره طبعا مرق الدجاج، وهذا اختياري كمان شيء، وكمان زيت، وهذه تكفي ل4 إلى 5 أشخاص من الاشخاص اللي لا بعرفهم لا انا ولا مهند. هلا اول شيء بدنا نحمي الزيت ونقلي فيه البصله. احنا عملنا مره من قبل طبخة شبيهة فيه. هلأ الفريكة والبرغل إجمالاً لازم يكون فيهم شوية زيت زيادة عن يعني مش رح نقدر نعملهم بشوية زيت، رح يطلع ناشف كتير. أوكي، فأنت بتزيدي يعني هذيك المرة لما سويتي كمان الفريكة زدتي عليها الزيت بتكون يعني مش ناشفة. هم أكلات زيت يعني طبعا. هاي الحبوب لما نطبخها يعني إذا إلا لازم نعملها سلطة، بس إذا نعملها كطبخة طبعا. بنصح أنه دائماً يكون في نسبة زيت شوية زيادة. تمام، اوكي. رح نحط طيب. هلا البصلة طبعا مع البصلة بدنا نحط الملح. اوكي، هلا الفلفل الحار عندنا يا اختياري طبعا، اللي بحب يستعمل فلفل حار او لا. والله زاكي الفلفل ما رح احط فلفل انا زاكي. رح أقطعه كمان كبير عشان يبين اللي ما بحبه بقدر يشيله. تمام، أوكي، تمام. هاي الفلفلات مقطعين طبعا زي ما بدنا، بنقدر نحطهم بس إحنا عشان نشوف اللي ما بده فلفل بقدر يشيله. يعني تبرير الحجم عشان اللي ما بحب الفلفل. هلا رح أنزل الفلفل. مع البصل والفلفل بنضيف الفلفل الأسود والبهارات. هلا رح أحطهم شوية بهارات مشكلة، إيش ما بتحبوا تضيفوا بهارات، برجع لست البيت. أنا حطيت بس ملح وفلفل أسود وبهارات مشكلة. أوكي، هلا رح نضيف عنا الفليفلة الملونة، فليفلة حمراء، فليفلة صفراء، تمام، فليفلة خضراء، ايش ما في عندنا خضرة، كوسة، جزر، والله. هلا رح احط بازيلا وجزر، ايش ما في عندنا خضرة نقدر نضيفها. تمام، بس هلا بنقلبهم مع بعض تقريبا بسيط مع الخضرة. إذا في حال استعملنا بودرة مرقة الدجاج رح أضيفها هلا مع الخضرة عشان تتنكه فيها من البداية. عشان تتنكه من البداية وعشان تكون يعني مية عصارات الخضرة كلها تختلط بنكهة مية الدجاج. تمام، البودرة تبعت مية الدجاج. بدك توصل لمرحلة التذبيل هون شوي ندبلهم، ولا بدك تحسي إنه طوطوطوط الطنجرة؟ لا، إنهم يتدبلوا شوي. تمام، تفضلي. هلا رح نضيف البرغل. تمام، البرغل عندنا مغسول مش منقوع بس مغسول. اوكي، وبدنا نقلبه مع الخضار. تمام. طيب حنقلبه براحته، متى بتضيفي له مي؟ خلي نضيف له المي بس شوي، ياخذ له تقليبه وبنضيف له المي. طيب المي احكي لنا عنها، بس تغمره ولا في مقدار معين؟ هات نحط المي هلا، بنقدر نحطها. خلينا نحط المي هسه، يعني يفضل انه في البيت بنقلبه شوي اكثر عشان حبات البرغل تتغلف بالنكهات. هلا كمان شوي. تمام، خلص، اوكي، يسلم. عبين ما يغلي بنغطيه صح؟ عبين ما يغلي بنغطيه وبنتركه يتفلفل. تمام، اوكي، زي الرز.